وبالشق الثاني من برنامجنا رح نتناول موضوع متعلق بالمنشآت الصغيرة. أحد الأهداف الرئيسية لرؤية المملكة 2030 يتعلق بزيادة مستوى مشاركات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، والهدف يتمثل في رفع مساهمة تلك المنشآت واللي بتبلغ 20% إلى 35% بالعام 2030. وللحديث عن الموضوع بتحدثنا الدكتورة عائشة نت، عضو مجلس غرفة جدة سابقا. أهلا وسهلا فيك دكتورة. اهلا وسهلا. الحقيقه وانا استمع لكم سمعت تقرير عن التستر التجاري، نعم، وخليه يكون مدخل لما سوف نتحدث عنه. نعم. يعني الان مع تقلص كثير من المنشآت التجاريه اللي كانت متستره سيجد فرص كبيره للمنشآت الصغيره تزدهر. نعم. لكن تفضلي. لكن أقول إنه تحتاج دعم. يعني صحيح فرصة كبيرة راح تكون للمنشآت الصغيرة بعد اللي حصل في، يعني الحقيقة الدولة بذلت مجهود مرة كبير مرة كبير في موضوع التستر، واخذ وقت وأعطوا فرصة كبيرة كبيرة للناس للتصحيح. الآن فرصة الشباب والشابات يعملون في المنشآت الصغيرة. نعم، هيدا الموضوع إن شاء الله رح نكون نحن بحديث عنه، كنا حابين نتناوله اليوم ولكن أجلناه لحين ورود الأرقام. يعني تواصلنا اليوم للحديث عن هيدا الموضوع ولكن كان الرد لحين صدور بعض الأرقام المتعلقة بهيدا الموضوع. دكتورة عائشة، اليوم نتحدث عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة. بداية، شو هو التعريف الخاص بالمشاريع الصغيرة؟ هل هي اللي بيكون تمويلها منه مبالغ كبيرة؟ هل هي المشاريع الناشئة؟ شو توصيفها؟ الحقيقة يعني في عدة تعريفات. نعم تفضل. وآخر تعريف هم اعتبروه إنه أنا لست راضي عنه، لكن يقال من الريال لعشرين مليون كثير، علشان أقول إذا أنا أبغى أصنف المشاريع الصغيرة عشرين مليون، لكن ربما هو نوع من يعني التعريف للناس اللي هم يستطيعوا أكبر من المبلغ ده. نعم. أنا أعتقد أنا مهتمة شخصيا مهتمة بالمشاريع اللي هي المايكرو مرة صغيرة. نعم. وهذه هي يعني راح أتحدث عنها، اللي هي تحتاج الدعم من البنوك، من المنشآت الغير ربحية، من المنشآت الربحية، من التجار. طيب إذا قلنا المايكرو بس خلينا نفسر للمستمعات والمستمعين. المايكرو، إذا حكينا عن المايكرو، ما هي تفسير دكتورة عائشة نتو لهالمنشآت؟ صغيرة جدا اللي هم يعني كافيه صغير. نعم. التقنية، الجوالات. نعم. الأشياء دي الصغيرة اللي يستطيع بمبلغ صغير يستطيع أنه يفتح. نعم. الآن اليوم كونك تفتح سجل تجاري في 20 منسة وأقل من 20 دقيقة. صحيح. أونلاين، فالموضوع ما صار موضوع سجل تجاري. نعم. ولا موضوع إنه الواحد يستأجر مكان، الموضوع كيف يستمر هذا البزنس اللي هو صاير. طيب خلينا أول شيء نتحدث عن دعم المشاريع الصغيرة، كيف ممكن دعم هالمشاريع الصغيرة قبل ما نحكي عن مشاكلهم؟ نعم. البنوك تدعم لكن صراحة لا يكفي، يعني طبعا فيه ومن حقهم البنوك احترازات ياخذوا عليها اشياء كثيره عشان يعطوله وبالذات النساء قليل، يعني دعمهم مره قليل. لكن في مثلا برنامج خاص بهذه المشاريع الصغيره، وهي في عليها كفاله، اسمه كفاله 90% يكفلوا المشروع، لكن المبلغ المقترض يعني. نعم. لكن في الأخير إما هم يعطوها للبنك يعني وصاحب العمل تبقى عليه هذا المبلغ وتقفل أعماله وكل شغله يتقفل،
فما في ذاك الدعم الكبير دائما، يعني الدعم بشروط جدا. يعني هن اذا بدنا نفصلها اكثر، هن اوريدي مبلشين يعني جديد وبلشين بخجل، يعني بحاجه لدعم كثير كبير. عم يجي الدعم للاسف مع يعني يمكن قروض بفوائد عاليه احيانا. رح يكون عاليه بعدين كمان. نعم. يعني انا دائما يعني جدا جدا ألوم التجار. نعم. يعني التجار هم يحتاجوا أبواب تفتح لهم، هذول المنشآت الصغيرة لابد أن تفتح لهم أبواب، لوحدهم لا يستطيعون فتح الأبواب. يعني مثال أعطي، إذا كان عندي أنا منتج، خليني أقول مثلا سجادة صلاة، أحتاج يدعموني ويوصلوني للمنشآت الحج حتى يشتروا مني بكمية، حتى ولو اي كاستمايز، يعني اسويها خاصه بكل المواصفات، احط اللوجو حق المنشاه حقه الحج، بس يدعموني. انا ما استطيع لوحدي كمنشاه صغيره اطق الباب واعرفها. يعني ليست علاقاتهم التجاريه هذول الشباب والشابات كبيره، لا يستطيعون يطرقون ابواب المنشات الكبيره، فعلى التجار مساعدتهم يوصلوهم لهذه المنشآت لمنتجاتهم. يعني واحدة مثلا فلنفرض معمول، حاجة نعم. بسيطة جدا، لو بقيت من البيت إنها تعمله راح يبقى طول عمرها مرة مشروع صغير، تحتاج إنه أحد يساعدها، تحتاج أفران إلكترونية، تحتاج منتجاتها تتحط على الرفوف، الشركات صحيح. الكبيرة زي الدانوب زي بندا. نعم. إذا ما وصلت كده حتبقى طول عمرها صغيرة. نعم نعم، يعني بحاجة لدعم. أنا بقول بالأول يمكن بحاجة لدعم المجتمع اللي حوالينا لما نبتدي بسمول بزنس او بزنس صغير، بعدين مثل ما حضرتك ذكرتي بالبدايه اكيد بحاجه لتمويل، وبحاجه ايضا مثل ما ذكرتي لدور القطاع الخاص. عن دور القطاع الخاص ايضا، هل في اي كمان هيك ملاحظات؟ أنا في جمعية اسمها نعم. الأيدي الحرفية نعم. ونحن دورنا نجهز الصيدات إلى مهنة نعم. صبح أي مهنة، سجاد، طبخ. لكن من تجربتنا هنا بعد ما نأهلهم كثير، قليل منهم اللي يستطيعوا يكبروا، قليل منهم اللي يصيروا نقول عليها سيدة أعمال نعم. تبقى. وكل هذا بسبب إنه ما لقوا دعم كبير. فأنا أقول إنه نحن الآن يجب أن نغير الطريقة اللي نحن كنا نتعامل معهم. حتى ولو أعطيناها 100,000 لكن لا نتركها. نعم. يجب المتابعة معهم حتى يستطيعوا. معظم الناس في بداية يعني تخفق، ما يكون يعني ما يعدوا ست في الفيزابيليتي ستدي اللي هي دراسة الجدوى، ما يعدوا 6 شهور فلوس يجلسوها يقولوا لا، يفكروا انه من البداية يبيعوا ويغطوا مصاريفهم. هذا ما يستطيع. ما نعم يستطيع. نعم. ما في اي مشروع في 6 شهور الاولى يغطي مصاريفه. نعم، يعني بدهم وقت لحتى صح، بدهم وقت ليثبتوا حالهم اول شيء، وبعدين وللاسف ما عندهم الامكانيات الماديه والمعرفه. نعم نعم، نعم. لكن وهي هي اسباب الاقفال السريع. يعني ماكسيموم قد ايه دكتوره عائشه بيقدروا يدعموا؟ والله انا اشوفها كثير، يعني اشوف كثير، ما عندي رقم، لكني انا متاكده انه من الشوارع اللي انا بشوفها وبمر فيها بشوف كثير اقفال، وبالذات في فترة الكورونا ما استطاعوا. طبعا يعني في فترة الكورونا شركات كبرى ما استطاعت دكتورة. نعم جائحة. نعم. فعندما جات الجائحة ما قدروا يستطيعوا إنهم يبقوا هذه المشاريع الصغيرة. نعم. كثير يعني الصوالين النسائية قفلت فترة طويلة فطويل، لأنه طبعا تعرفي كانت الدولة مهتمة بي 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 بصحة البشر، وكان يهمها الأول إنه صحة البشر، وهذا صحيح هذا صحيح، لكن هم ما استطاعوا يدفعوا رواتب حقت كم شهر والمحلات مقفولة.
نعم دكتورة عائشة، عندك يعني الكثير تقولي سواء للبنوك في مجال الدعم للمجتمع، للصبايا والشباب يلي عم يدخلوا إلى سوق العمل بمشاريع صغيرة. إذا بدنا نوجز بالآخر أو نصيحة للمتابعين، شو بتكون نصيحتك؟ والله أول حاجة للشباب وشابات، نعم، أرجوك لا تفتح عمل إذا ما يكون عندك أقل شيء 6 شهور حق مصاريف تشغيلية. نعم، لا تفتح عمل. نعم. اثنين، اطرق الابواب، روح وزاره التجاره، روح الغرفه التجاريه. الغرفه التجاريه تقريبا اظن زماني غلطانه 19 غرفه في المملكه. نعم. اطرق ابوابها. انا كنت عضو في يوم من الايام وشفت انهم يدعموا كثير من الشباب. نعم. يعني ما في حد حيجيك، ما حيجيك يدق بابك، انت اللي تروح. طبعاً. هذه واحده. اثنين، ارجوك يعني لا تفتح كبير، لا تفتح كبير. انا جبانه، انا اخاف، فلا تفتح كبير. مثلا تفتح 4 فتحات محل، افتح نعم. المحل الاول، يقول لك لا ابدا كبير وتسبق كبير. لا، هذا نظريه مو بالذات اذا انت يعني ما في شغلك صغير. نعم. واسمه منشاه صغيره او بزنس صغير او مايكرو. نعم. كل الاسماء دي. فهذا اللي انا انصح ونداء للبنوك، يعني ارجوكم نحن بيكم نستمد العون، ارجوكم ساعدوا ابنائنا. نعم. وبناتنا. طبعا ان شاء الله. وياما في منشآت كانت متعثرة ورجعت انطلقت واليوم صارت من المشاريع الناجحة والمشاريع الكبيرة. يعني كل، إذا بترجع دكتورة عائشة لكل الشركات الكبرى اليوم، هي بدأت متعثرة أحيانا ولكن اليوم قدرت حققت بدعم أكيد من اللي حضرتك ذكرتيهم. يعني تفضلي إذا بتحب تضيفي شيء قبل ما نختم اللقاء. أنا بس كنت بقول يعني أنا من رحم الغرف التجارية ولا زال تعاوني معهم. نعم. يعني في هناك كثير انا ما اقول هم يقول لك نحن رحنا الغرفه وما ادتنا فلوس. الغرفه ما تدي فلوس، الغرفه تدي استشارات. يعني كثير بعض من المشاكل اللي تصير نعمل بزنس انا وياكي من غير ما نروح لمحامي كده. نعم. صحبه. نعم. نعم. وهذه نحن المجتمع العربي كثير فينا. صحيح. لا هذه بنت اختي وهذا اخويا وده جاري، مفروض توثق وتوثق بمحامي وفيها تفاصيل مين اللي بيخرج اول، اذا يبغى يستمر، اشياء كثيره زي دي. يعني هي لازم ضروري الاستشاره قبل البدء. المشاكل. نعم نعم، استشارات قانونيه واستشاره غرفه التجاره. إيه. قبل البدء. ليس موجوده كثير عندنا، يقول لك لا انا ما اروح لمحامي. صحيح. وهي مهمه جدا جدا للأسف. إن شاء الله يا رب هيك مع هالبرنامج إذا الله راد معكم أستاذة عائشة ومع دكتورة عائشة ومع الخبراء بنقدر نحط الكل على السكة الصحيحة، ومنمد يد العون على قد ما بنقدر للأشخاص اللي حابين يحققوا ذاتهم ويفتحوا منشآت صغيرة. والبداية دائما ببلش الواحد بالصغير، وإن شاء الله الكل بيصير. صحيح. يعني صحيح. بي بي بالمكان يلي هو بيتمح له. شكرا لك دكتور عائشة نتو، حضرتك في مجلس غرفة جدة سابقا. أهلا وسهلا. شكرا. يا هلا فيك.